مرحبا بكم في قناة بيكوب للبيع في المغرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم توصلنا بواحد سيارة بيكوب من نوع بيجو من صديق من المتتبعين من ديال القناة ديالنا، صيفط لنا على الرقم الواتساب هاد السيارة هادي وبغى يبيعها. هاد السيارة هادي تيقول على انها سيارة كتواجد في مدينة اكادير وكذلك مدينة تيزنيت. فهاد السيارة هادي هي سيارة بيجو بيكوب 504، بيجو 504 موديل 1995، موديل 1995. فبالنسبة لهاد السيارة هادي، هاد البيكوب بيجو 504، فهي تمن ديالها كيطلب فيها 33,000 درهم، 33,000 درهم، 3,300,000، 3,300,000. هذا هو الثمن اللي كيطلب فيها مول هاد السيارة هادي. فالسيارة كما كتشوفوا معايا فهي مازال نقية، مازال مزيانة، صامارش وركبوا زيد. وبالنسبة للثمن ديالها فهو كذلك مناسب جدا، ثمن مناسب. فكما قلت هذه بيجو 504 موديل 95، موديل ديالها 95، وكاينة في مدينة بني ملال، وكاينة حتى كذلك في تيزنيت، وبني ملال. والثمن ديالها مولاي كيطلب فيها 33,000 درهم، 33,000 درهم، 3,300,000. اذا الناس اللي مهتمين بهاد السيارة هادي فراه غادي نخلي لكم نمرة التليفون ديال مول السيارة صندوق الوصف لتحت، غادي تاخذوا النمرة ان شاء الله وتواصلوا معاه باش الى كنتو مهتمين بهاد السيارة هادي. وما تنساوش الاشتراك معنا في القناة، ديروا ابوني وديروا واحد جيم باش تشجعونا. راه كل نهار كنحطوا فيديوهات مع الصباح، مع 9 ديال الصباح كل نهار، ترقبوا الجديد ديالنا غدا ان شاء الله. مع السلامه.